وما زلنا مشاهدين على المتابعة، وينضم إلينا أيضا هاتفيا سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، يعني كيف تنظر إلى أهمية هذه الزيارة وكيف ستعود بالنفع على تنمية التعاون فيما بين الجانبين المصري والبولندي؟ طبعا التوقيت هو له دلالة كبيرة جدا، لأنه بولندا الآن بتعتبر في خط التماس مع أزمة دولية لها أثار عالمية بتأثر على كل دول العالم، فبالتالي مثل هذا يعني اللقاء والتشاور بين البلدين أعتقد أنه هو أمر مهم جدا في هذه اللحظة في هذا التوقيت. في كميات كبيرة من النازحين بتخرج من أوكرانيا إلى دولة بولندا، في أزمات خاصة بالغذاء وبالطاقة، فأعتقد أنه من الضروري على بعض الدول الصديقة أن هي تتفاهم وأنها تحاول أنها توجد أرضية مشتركة للتعاون في ظل هذه الأزمة اللي هي بتعصف بالدول كثيرة. ومن هنا انا بشوف ان التوقيت هو ده العامل الحاسم في هذه الزياره، هو ده اللي بيعطيها يعني اهتمام كبير واهميه بالنسبه لنتائجها، ومؤكد ان النتائج هتعود بالنفع على البلدين، لانه دلوقتي يعني الجميع يجب ان يخرج فائز من اي مباحثات نتيجه الظروف الاقتصاديه الطاحنه اللي بتمر بالعالم. فأنا بشوف أن هذه الزيارة توقيتها مثالي، وأعتقد أنها هتكون لها نتائج يعني إيجابية على الشعبين. نعم سيادة السفير، يعني هناك مستويات عدة من التعاون فيما بين مصر وبولندا على الصعيد الاقتصادي، هي بالفعل علاقات جيدة. على المستوى الثقافي أيضا هناك تطور حدث مؤخرا في هذه العلاقات، بولندا بدأت في إفاد بعوث للكشف عن الآثار في مصر، ويتم إرسال هذه البعثات بشكل مكثف. إلى أي مدى هذا الأمر يعد تطورا في العلاقات فيما بين الجانبين على المستوى الثقافي؟ طبعا العلاقات الثقافية دائما بتبقى قاطرة لدفع العلاقات ما بين البلدين. بولندا منذ فترة طويلة ولها بعثات أثرية موجودة هنا في مصر، ولها طبعا اكتشافات هامة، فأعتقد أن العالم الآن ينظر للأمور في إطار يمكن يبحث كل طرف فيه عن التعاون مع الطرف الآخر في كل المجالات، سواء كانت ثقافية أو اقتصادية. وطبعا الوضع الاقتصادي اللي هو الخانق اللي موجود حاليا بيجعل الدول عندها فرص أكبر أن هي تتفاهم مع بعضها البعض وتوجد من الطرق والوسائل لدفع العلاقات. طبعا موضوع العلاقات الثقافيه امر اهم جدا، وخاصه ان احنا عندنا كمان مبعوثين موجودين في بولندا منذ سنوات، وبالتالي التبادل الثقافي ده امر هام، ولكن هذا يعني يمكن في المرحله الحاليه يتراجع الى حد ما بالنسبه للازمه الاقتصاديه اللي موجوده. بولندا ممكن تكون احد الوسائل الخاصه ب يعني استجلاب المنتجات الزراعيه من اوكرانيا عن طريق بولندا بحيث انها تصل الى مصر بعد ذلك، وبالتالي دائما هناك يعني تشاور ودائما هناك وسائل لدفع العلاقات في مختلف المجالات وبالذات المجالات الاقتصاديه والثقافيه زي ما سيادتك تفضلت. يعني تتوقع سياده السفير ان يكون مساله التعاون في سبيل الغذاء وضمان الامن الغذائي يتناول جانبا هاما من هذه الزياره؟ أرى هذا طبعا، ولكن الأمن الغذائي والأمن الطاقة دي هي أصبحت الموضوعات الملحة، بالإضافة إلى طبعا موضوعات تغير المناخ، وخاصة أن مصر هتستضيف في نوفمبر القادم في شرم الشيخ المؤتمر الدولي الخاص بهذا الشأن. إذا المجالات اللي هيتم بحثها اليوم في هذه القمة موضوعات هامة جدا بتخص المجتمع الدولي بأسره، ولكن في نفس الوقت كل دولة بتحاول أن هي تحصل على ميزة استراتيجية من مثل هذا اللقاء في اطار الثلاث موضوعات اللي انا ذكرتهم لحضرتك، الامن الغذائي وامن الطاقه وتغير المناخ. نعم، طيب الامن العسكري او التعاون في المجال العسكري، في رايك في اي اطار تضعه فيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وبولندا؟
يعني حضرتك خلينا واقعيين ان بولندا عليها ضغوط كبيره جدا الان في مجال ارسال السلاح لاوكرانيا، واعتقد ان الجهد العسكري بالنسبه لبولندا الان اصبح منصب في اطارين، الاطار الخاص بامنها في اطار تواجدها في حلف الناتو، وفي نفس الوقت موضوع امداد اوكرانيا ببعض الوسائل الحربيه اللي ممكن تمكنها من يعني الدفاع عن نفسها في المرحله الحاليه. اشكرك جزيلا سياده السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق.